جمعية دار البر تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي الأكارم، من دواعي سروري وغبطتي أن أجتمع إياكم مرة أخرى في مثل هذه اللقاءات المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع بها المتكلم والسامع، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، إنه على كل شيء قدير. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، محاضرتنا اليوم أو كلمتنا اليوم بعنوان مهارات المربي الناجح. لماذا نتكلم عن المربي الناجح؟ الجواب واضح وظاهر وبين، أن المربين اليوم منهم من ينجح في تربيته ومنهم من يفشل في تربيته، ولا يمكن أن ينجح المربي في تربيته سواء كان أبا أو أما أو معلما أو معلمة أو أي نوع من أنواع التربية، لا يمكن أن ينجح في تربيته إلا إذا عرف طريقة هذه التربية، ومن طريقة هذه التربية الصحيحة أن يعرف صفات المربي الناجح. ومن أراد أن يختصر الموضوع فيما يتعلق بالمربي الناجح، عليه أن يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأطفال، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي كل من حوله عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي استجمع كل صفات المربي الناجح، فكل ما سنتكلم به اليوم هو مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكل واحد منا يا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، إذا أراد أن يوفقه الله عز وجل في تربيته لأولاده أو لمن تحت يده، أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. وأول ذلك أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، النية الصالحة. لماذا أنت تربي أولادك أو تربي طلابك وتلاميذك أو تربي من حولك؟ إذا كانت نيتك حسنة وكانت نيتك لله سبحانه وتعالى، كان ذلك أعظم سبب في صلاح من حولك، وأعظم سبب في نجاح تربيتك. قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هذا يدل على أن صلاح الظاهر وصلاح الأحوال كلها متعلق بالنية الصالحة. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق ونصح بورك لهما. النصيحة أين تكون؟ تكون في القلب، هي إرادة الخير للمنصوح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن عامة المسلمين من تحت يدك، سواء كانوا زوجة أو زوج أو أولاد أو طلاب أو تلاميذ. فإن صدق ونصح، إذا نصح الإنسان يعني أراد الخير للغير، هذه معنى النصيحة، وهي متعلقة بالقلب. فأول صفات المربي الناجح أن يكون قصده إصلاح الناس، أن يكون قصده إصلاح أولاده، هداية أولاده، أن يكون قصده تعبيد الناس لله عز وجل، أن يكون قصده رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت هذه النية كانت عونا له بإذن الله تعالى في نجاح تربيته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. التقوى محلها القلب، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
لاحظوا صلاح العمل، التوفيق، الهداية، التسديد من ثمرات صلاح النية وتقوى القلب وصلاح الباطن، فإن له أعظم الأثر بإذن الله تعالى في صلاح المتربي. المهارة الثانية من مهارات المربي الناجح العلم. يا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، العلم في كل فن من الفنون هو أساس النجاح. يعني الإنسان الذي يريد أن ينجح في الكيمياء لابد يتعلم الكيمياء، ينجح في الفيزياء لابد يتعلم الفيزياء، ينجح في الطب لابد أن يتعلم الطب، ينجح في الإدارة لابد أن يتعلم الإدارة. الذي يريد أن ينجح في التربية، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يتعلم، أن يتعلم هذه التربية وأصول التربية. لماذا؟ لأن التربية فن من الفنون وعلم من العلوم، لابد له من علم. طيب علم التربية من أين نأخذه؟ اليوم يا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، صار كثير من الناس يزهدون في أعظم علم من علوم التربية ويتوجهون إلى ما دونه، يتركون أعظم علم ألا وهو علم الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لك يأخذون هذا العلم من فلان وفلان، من النظام الفلاني أو النظام الفلاني أو الثقافة الفلانية أو الثقافة الفلانية، ويتركون أعظم مصدر للهداية والصلاح والاستقامة والتربية. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه من أول الآيات في كتاب الله عز وجل الذي يتحدى الله عز وجل بها كل خلقه. ذلك الكتاب، هذا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا خطأ، لا نقص، لا زلل، هدى للمتقين، فيه الهداية التامة بإذن الله تعالى. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن خير الهدي، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن حينما يحصل خلاف وتغير في الناس وفرقة في الناس، أين يلتجئ الإنسان بعد الله عز وجل؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. فمن أراد أن يكون مربيا ناجحا فعليه أن يلزم العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر القواعد التي في كتاب الله، القواعد التي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرته، في سيرة أصحابه، مما يتعلق بالتربية. الأمر الذي يليه إخواني وأخواتي فيما يتعلق بمهارات المربي الناجح: القدوة. والمراد بالقدوة أن يكون الإنسان مثالاً وقدوة لمن يربيهم في أن يوافق عمله قوله. بل إخواني وأخواتي، إن القدوة والامتثال بالعمل، أنك ترى العامل يعمل أمامك وتمتثل لعمله وتقتدي بعمله، أكثر من القول. بل إن الإنسان قد لا يتأثر بالقول وإنما يتأثر بالعمل والقدوة. ويدل لذلك الحديث المشهور في صلح الحديبية، لما الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل هو وأصحابه من عمرتهم
دون أن يكملوها بعد الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا فحلوا إحرامكم، يعني احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم بدون عمرة. فمن شدة ثقل الأمر على الصحابة ما قام أحد منهم، ليس عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا من شدة الأمر عليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو غاضب عليه الصلاة والسلام، قال: ما لي آمر فلا أطاع؟ قالت: ما لك يا رسول الله؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا. طيب ماذا تفعل؟ قالت: وحلق رأسك وانحر هديك فقط. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. ماذا فعل الصحابة؟ كاد الصحابة أن يجرح بعضهم بعضا من شدة ماذا؟ من شدة مبادرتهم للحلق والنحر الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. تدرون وين المصيبة يا أخواني وأخواتي؟ حينما المربي يأمر من تحت يده، أولاده، تلاميذه، طلابه، يأمر زوجته بالخير، ينهاهم عن ما يرى أنه من الشر أو الحرام، ثم يجدونه يتقاعس عن الخير ويقع في ماذا؟ ويقع في خلافه. سيكون ذلك من أعظم أسباب عدم نجاح تربيته، والعياذ بالله. من مهارات المربي الناجح ألا يتعلق بالأسباب، وإنما يتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن يترك الإنسان فعل الأسباب الكلام، أن يتعلق بها وينسى ربها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأسباب يجب الأخذ بها، كل الأسباب التي ستأتي إن شاء الله تعالى وغيرها من الأسباب الشرعية الجائزة في التربية، لكن ينبغي بل يجب على المربي أن يتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هؤلاء أنبياء الله ورسله فعلوا أفضل الأسباب لهداية الناس، لكن الله عز وجل قضى وقدر أن هذا ما يحدث، هذا فيه ما يحدث المراد، هذا فيه علم لنا وإشارة لنا إلى أن السبب مهما وقع على أحسن طريقة يبقى مسألة ماذا؟ أن الهداية بيد الله عز وجل، وهذا يجعلك ماذا؟ تتعلق بالله. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، فإذا كانت الهداية بيد الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذا كانت الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على كل واحد منا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون همه رضا الله عز وجل عنه، وأن يكون همه دعاء الله عز وجل، وأن يكون همه الالتجاء إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هناك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب التعلق بالله ودعاء الله سبحانه وتعالى. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من أعلام الزهاد والعباد والوعاظ، وكان عنده ولد اسمه علي، وهذا الولد بذل الفضيل بن عياض في تربيته وإصلاحه كل ما يستطيع، لكن الولد كان معاندا. فيوم من الأيام شق ذلك على الفضيل بن عياض، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ورفع يديه وقال: يا ربي إني سعيت في تأديب علي فلم يتأدب، اللهم فأدبه لي. فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فكان ولده علي من العباد بعد ذلك رحمه الله تعالى. المهارة التي تليها من مهارات المربي الناجح العدل، العدل بين المتربين. إذا كانوا أولاده يجب الإنسان أن يعدل بينهم، إذا كانوا تلاميذه، إذا كانوا طلابه. النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أهداه والده البشير بستانا، فقالت أمه: لا تفعل حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حست في ذلك أن في ذلك جور وظلم، لأن عطى واحد من عياله وترك البقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير ابن النعمان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته ذلك؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، بل قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فكن لهم في العدل سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعدل من أعظم مهارات المربي الناجح، وخلافه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي أولا إلى بغض المتربي للمربي، لأنه يرى أنه ظالم، وهذا يقع فيه أحيانا بعض الآباء حينما يكون جائرا في ويميل للصغير على حساب الكبير. لا شك أن الإنسان يتعاطف مع الصغير أكثر من الكبير، لكن لا يجوز أن يحمله ذلك على ظلم الكبير. ومما يقع فيه بعض الآباء أن يكون له أكثر من زوجة، فتجده لا يعدل بين أولاده، هذا يؤدي أولا إلى وقوع البغض الأولاد لأبيهم والعياذ بالله، ويوقعهم في العقوق بسبب جنايته عليهم، نسأل الله العافية. الثاني أن يقع البغض والعداوة بين الأولاد فيما بينهم والعياذ بالله، وهذا كله بسبب عدم العدل وبسبب الظلم بين المتربين. فالله الله يا إخواني ويا أخواتي، لا تتساهلوا حتى في أبسط الأمور، حتى في القبلة، حتى في الضمة، حتى في السؤال، حتى في التصريح بالحب، في الهدايا، في المكافآت، حاولوا بقدر ما تستطيعون أن يكون ذلك بالعدل بين أبنائكم. من أعظم مهارات المربي الناجح الرحمة والرفق واللين وترك الفظاظة والقسوة والشدة. يقول الله تعالى لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أولي العزم من الرسل، الذي هو خليل الرحمن، الذي هو أفضل أنبياء الله ورسله، المؤيد بالسنن والآيات الكونية والقدرية والشرعية. الله عز وجل يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المربي من هو؟ أفضل مربي. والمتربون هنا من هم؟ أفضل المتربين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل مربي مع أفضل متربين، ومع ذلك لاحظوا
لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا لينا لانفض الصحابة من حوله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. لاحظوا يا أخواني وأخواتي، الآيات التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكونية والشرعية لو لم يكن معها الرفق واللين والرأفة والرحمة، لو لم يكن معها ذلك لما نفعت ولم فض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم نحن المربين، لسنا أفضل المربين، وأولادنا طلابنا وتلاميذنا ليسوا أفضل المتربين، فكيف إذا أضفنا إلى هذا النقص الذي عندنا وعند أولادنا وعند طلابنا أضفنا إلى ذلك سوء الخلق والفظاظة والقسوة والشدة، ما الذي سيحدث؟ ستحدث الفتنة الكبرى والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء سواه، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. كل هذا الحديث بروايات وألفاظ مختلفة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل في المربي أن يكون رحيما، أن يكون رفيقا، أن يكون لينا، أن يكون سهلا، وأن يتجنب القسوة والفظاظة والشدة. وهذا لا يعني أيها الإخوة والأخوات أبنائي وبناتي أن الإنسان لا يستخدم الشدة حينما يأتي وقتها، بل لابد أن يعرف المربي والمربية أن المتربي يحتاج مع الرفق واللين إلى الحزم، وأحياناً إلى الشدة التي هي خلاف الأصل. الشدة والحزم والقوة في التربية مجرد استثناء يفعل بقدره ثم نرجع إلى الأصل. يعني مثال ماذا إخواني وأخواتي؟ الآن الطعام، الإنسان حينما يصنع طعاما لابد أن يجعل معه قليلا من الملح، لو خلى الطعام من الملح ما استساغه الناس. طيب لو أن الإنسان زاد الملح إلى أن صار هو الأكثر، لا يمكن الناس يأكلون الطعام. كذلك القوة والشدة والحزم في التربية لابد منها أحيانا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الخلق بالخلق وألينهم وألطفهم وأرفقهم عليه الصلاة والسلام استخدم الشدة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، استخدم الشدة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فهجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الشدة مع بعض أصحابه فهجر ثلاثة من خيرة أصحابه ما يقارب من 50 يوما عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم فيها الشدة بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الرفق واللين هو الأصل في المربي، لكن هذا لا يمنع أن يستخدم الشدة والرفق أحياناً، عفواً يستخدم الشدة والحزم أحياناً من باب العلاج، ومن باب كما قيل آخر العلاج الكي، فيستخدم الشدة والحزم بقدرها. من صفات المربي الناجح التصريح بالحب لأولاده لزوجته لتلاميذه، باعتبار أنه ماذا؟ أنه مرب لهم، في مقام المربي، في مقام الأب، في مقام الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم معاذا قال: أما إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 إلى آخر الحديث. ولما أقبل الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إني لا أحبكم. ثم قال: أما إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالحب، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه. من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالحب، سواء كان الحب اللفظي أو الحب العملي، لأن التصريح بالحب أحياناً يخرج على شكل عمل، على شكل سلوك، مثل الابتسامة، الهدية، الضمة، مشاركته أفراحه وأتراحه، مساعدته، كل هذه الأعمال هي أعمال تدل على الحب. كما أنه يصرح المربي للمتربين بأنه يحبهم. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم، وكان إسلامه متأخراً رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكثر الصحابة. لذلك لما ظن هذا الظن أراد أن يتأكد كما في الصحيح، فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ وكان عنده غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول؟ أنت. قال: من أحب الناس إليك يا رسول؟ كيف تصور هذا الشعور؟ كيف؟ لأن النبي كان يصرح له بالحب لفظا وعملا وسلوكا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. ما يأس مش قال؟ قال: ثم من؟ قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبو بكر الصديق. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم عد رجاله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يظن أنه أكثر الصحابة الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، كثير من الآباء والأمهات للأسف لا يعرف التصريح بالحب إلا التصريح العملي، وهذا ضروري. يهديهم، يطلعهم، يفسحهم، يفعل أشياء كثيرة من الأمور العملية فيما يتعلق، يشتري لهم اللباس إذا جاء العيد يعيدهم، لكنه لا يصرح لهم تصريحا لفظيا، لا يقبلهم أحيانا، لا يضمهم. بل عند يعني بعض العوام وش يقولون؟ يقولون: القط الكبير ما ينحب. لما يقولون لي: ليش أنت ما تعطف على ولدك الكبير؟ يقول: القط الكبير ما ينحب، يعني خلاص صار كبير ما عد، والعياذ بالله، كان حيوان، نسأل الله العافية. وهذا يتداول عند بعض الناس، وهذا خلاف ماذا؟ هذا خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع حتى الصبيان عليه الصلاة والسلام. الحسن لما دخل المسجد والنبي يخطب، دخل وكان عليه رضي الله عنه وأرضاه كان عليه ثوب طويل، فكان كل ما مشى سقط الحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصبر، نزل وقبل الحسن وحمله وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالحب العملي، يصرح بالحب اللفظي عليه الصلاة والسلام. من مهارات المربي الناجح، وهذه مأخوذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى، وإظهار هذه العبادة لمن؟ للمتربين. تكلمنا قبل قليل القدوة، القدوة في كل شيء، لكن نتكلم الآن عن العبادة بالذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا،
يعني لا تجعلوا مثل المقابر التي لا يصلى فيها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة في بيوتنا؟ يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيوتنا لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون في ذلك قدوة لأولادنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فإذا جاء الوتر أيقظ زوجته. قال عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صواحب الحجرات، عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك زوجاته ويشارك أصحابه تعبده عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل في صلاة التراويح قام أول ليلة بالصحابة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم أبطى عليهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني صلاة التراويح، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجدر بالمربي أن يشارك أولاده، طلابه، تلاميذه العبادة، قيام الليل يشاركهم، الصيام يشاركهم، العمرة يشاركهم، الحج يحضهم على آخر ساعات الإجابة، آخر ساعة من الليل، آخر ساعة من الجمعة، وغير ذلك من أنواع العبادات مثل الأذكار، الأوراد. بهذا يكون بإذن الله تعالى جمع بين ماذا؟ بين أن قدوة عامة في أمور الخير وفي العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. من صفات المربي الناجح، وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا يمكن أن ننجح في التربية يا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، إلا بالصبر. الصبر في التربية يحتاج أولاً أنك تصبر على الوسائل الصحيحة الشرعية النافعة، الثاني تصبر عن الوسائل الخاطئة الضارة الفاسدة. الإنسان أحياناً تأتي وسائل أو يسول له الشيطان وسائل فاسدة، مثل أن الإنسان حينما يخطئ ولده يترك نية الصلاح والإصلاح والتربية لولده إلى نية ماذا؟ إلى نية الانتقام والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج الصبر منا إلى طول البال. كيف؟ التربية يا أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، ليست يوم ولا يومين ولا ثلاثة، بل إن أطول مخلوق على وجه الأرض يحتاج إلى التربية هو الإنسان. يعني شوفوا المخلوقات الأخرى، بعض المخلوقات أصلاً ما تربي ولدها، سبحان الله العظيم. يعني مثلاً بعض المخلوقات مثل الأسماك تضع أولادها في تربة تروح وتتركهم ثم يخرجون، والله عز وجل سبحانه وتعالى يتولاهم. بقية المخلوقات تطول وتقصر وقت التربية. الإنسان كم يظل أحياناً؟ يظل الأب يربي أولاده لين يصلون 30 أحياناً والأربعين وأكثر، ولا يزال يذكرهم ويربيه. فلا بد للمربي أن يعلم أن التربية تحتاج إلى صبر طويل، صبر في فعل الوسائل الصحيحة، صبر في ترك الوسائل الضارة وغير النافعة، صبر لطول الوقت الذي يحتاجه المتربي. ولعل في هذا القدر كفاية.